السلام عليكم ورحمة الله. تمكنت عناصر الشرطة القضائية والأمن العمومي بالدائرة السابعة بالقنيطرة مساء أمس الأحد 27 يوليوز من اعتقال أربع فتيات أعمارهم بين 15 سنة و 30 سنة ينتمون لأسرة واحدة ملقبة بأسرة بيلي، وذلك بسبب تورطهم في الاتجار بمادة سيليسيون. وأوضح مصدر مطلع لأجي تشوف أن المصالح الأمنية أصدرت مذكرات بحث في حق أربع شقيقات من أسرة بيلي بعدما أدارت الأبحاث المنجزة مع أشقائهم الموقوفين تورطهن في الاتجار بمادة السيليسيون كمخدر، مشير إلى أن رجال الأمن اقتحموا صالون حلاقة بحي الأمل ما مكن من الإطاحة بهم وحجز 300 أنبوبة سيليسيون ومبلغ 3000 درهم متحصل عليه من بيع هذه المادة. وأكد المصدر ذاته وضع الموقوفات تحت تدابير الحراسة النظرية تحت إشراف النيابة العامة المختصة. نشكركم على حسن المتابعة.